تحت شعار دعم التعليم الديني واجب شرعي ووطني، نظم المجلس البلدي تاجورا حفل تكريم للطلبة الأوائل على مستوى ليبيا في الشهادة الثانوية للتعليم الديني، وذلك بالتعاون مع أهالي الخير وبعض المؤسسات على مستوى البلاد وبحضور مميز من أولياء الأمور والمسؤولين. اليوم تم تنظيم حفل لتكريم الطلبة المتحصلين على التراتيب العشر والأولى في الثانويات الشرعية على مستوى ليبيا. تم تنظيم هذا الحفل في بلدية تاجورا برعاية بعض المهتمين ومن أهل الخير وكذا وبعض المؤسسات من مختلف مناطق ليبيا يعني، والحمد لله رب العالمين. هذه الاحتفالية التي أقيمت بمسرح البحوث بتاجورا شهدت تكريم العشر الأوائل على مستوى ليبيا، حيث تخللها توزيع جوائز قيمة على المتفوقين، وذلك لتعزيز روح الثقة والإصرار في هؤلاء الطلبة ولتدفعهم لمزيد من الاجتهاد في سبيل طلب العلم الشرعي رغم الإهمال والتمييز المتكرر من وزارة التعليم والإدارات التابعة لها. نحن من خلال هذه الاحتفالية نوجه رسالة للجهات المعنية وخصوصا وزارة التعليم لإبداء اهتمامهم أكثر بهذا المجال ومنح فرص أكثر لطلبة المعاهد الدينية، وذلك من أجل بناء جيل ينبذ العنف وينبذ التطرف. وها هم الطلبة يحتفلون مع ذويهم، وفرحة النجاح تنسيهم ما تكبدوه من صعوبات وإجحاف لسنوات، ويجنون ثمرة كدهم وجهدهم بفرحة على محياهم تثلج صدور أساتذتهم ومعلميهم. والله الشعور كان فرحة وسرور، وبارك الله في مشايخنا على إقامة هذه الجهود الطيبة. اليوم جات للتكريم باش يكرموني من نجحت من العشر الأوائل. شعوري فرحانة طبعا، ونزيد نفرح أكثر لما نلقى الوزارة تهتم بتعليم اللي نقرأ فيه. ونحن سعداء جدا لامتهاننا هذا الطريق الذي هو طريق المسلمين الصحيح، وهو العلم النافع لكل المسلمين. فنسأل الله أن يوفقنا ووفق جميع طلبة المسلمين إلى هذا الأمر، وهذا يوم طيب وسعيد، ونشكر كل من ساهم في مساعدتنا في الوصول إلى هذا المكان والحصول على هذه الجوائز القيمة. إذن هي جهود كبيرة قام بها القائمون على إنجاح هذا الحفل بالتعاون مع أهل الخير وسط تغافل وإهمال الجهات الرسمية لهؤلاء المتفوقين، وكأنهم لا يعلمون بأن بناء مثل هذه الأجيال طريق مهم لقطع دابر التطرف والإرهاب أو الحد من انتشاره في البلاد.